تاني نقف كلنا مع بعض. في مزمور 113 in Psalm 113 هنقرأ عدد منه. I'll read some, a portion of it. لو حابب تقول معايا قول. If you want to say with me, say. بيقول هللويا سبحوا يا عبيد الرب سبحوا اسم الرب. Praise the Lord, praise, O servants of the Lord, praise the name of the Lord. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد. Blessed be the name of the Lord from time forth and forevermore. من مشرق الشمس إلى مغربها. From the rising اسم الرب مسبح. From the rising of the sun to its setting, and the name of the Lord be praised. الرب عالي فوق كل الأمم. The Lord is above all nations. فوق السماوات مجده. From his glory above the heavens. قول معايا الرب عالي فوق كل الأمم. Say with me, the Lord is above all nations. اعلنها. Declare it. فوق السماوات مجده. His glory is above the heavens. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي. Who is like our Lord, our God, who is seated on high. الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض. Who looks far down on the heavens and the earth. المقيم المسكين من التراب. He raises the poor from the dust. الرافع البائس من المذبلة. And lifts the needy from the ash heap. ليجلسه مع أشراف أشراف شعبه. And makes them sit with princes, with the princes of his people. المسكن العاقر في بيت أم أولاد فرحانة. Hallelujah. He gives the barren women a home and makes her joyous a mother of children. أنا عايزك تركز معايا النهاردة. Concentrate with me. ركز على الرب نفسه. Concentrate on the Lord himself. قل له انت عالي يا رب. Tell him that you are exalted, O Lord. انت فوق كل قوة. You are above all nations. كل أمة. Every وكل nation. شعب. Every tongue, every people. Hallelujah. فوق كل قوتي ورياستي. كل قوة دين ورياستي فوق كل اسم وسيادتي أنت قائم جالس في Alright.
سبح اسم الرب معي. يلا مع بعض نسبح اسمك يا من صلب فليكفينا. نسبح اسمك احلى لنا حملت. نسبح اسمك يا من صعدت بنا السماء منتظرين. سبحك على الدوام اطاحت الشيطان وناتي واثقين. نسبح كل الاصوات بايمان واصرار باسمك والنادب له ونرفع الأيدي. الرب
الكفارة الذي يا رب عملته من أجلنا ونحن لا نستحق يا رب. شكرا يا رب، شكرا يا رب، لأنك أنت يا رب خبز النازل من السماء يا رب. شكرا من أجل كل عطية عطيت لنا ونحن دون استحق. محبة أحببتنا، محبة أبدية أحببتنا يا رب. شكرا يا إله السماء يا رب. كل شخص يا رب ماسك هذا الخبز يا رب، يا رب اليوم جاي يا رب ليكون يا رب إعلان جديد على حياته يا رب. يا رب تعال، تعال واسكن القلوب يا رب. أولادك يا رب جايين يجددون العهد معاك يا رب، عهود جديدة يا رب وإعلانات جديدة على حياتهم باسم يسوع البار. نشكرك يا رب من أجل يوم يا رب، يوم مبارك. تعال وزور زيارات خاصة، زور كل قلب يا رب منكسر منحني يا رب. نشكرك يا رب، نشكرك من أجل كل أعمالك أيها الآب السماء. شكرا. قال الرب يسوع: هذا هو الجسد المكسور لأجلكم. And the Lord Jesus said, this is my body that is broken for you. اصنعوا هذا لذكر. Do this in remembrance of me. اشترك جميعا في الوقت. Let's partake in the bread. واحنا بنستلم الكأس اليوم، حبك افتكر حد محتاج شفاء اليوم. Someone is needing a prayer and healing. يمكن يكون مش موجود هنا. Maybe they're not here.
بس حطه قدام الرب اليوم. Place them before the Lord. أنا شعر اليوم هيكون يوم معجزات. I feel today is the day of miracles. وأنت موجود هنا علشان تكون سفير للرب. And you are here to be an ambassador for the Lord. في ناس أنت هتذكرهم اليوم. You're going to remind them. الرب هيوصل ليهم بقوة شفاء باسم يسوع. You will say the name of people that. أنا شعر إن الرب هيعمل عمل غير عادي اليوم. I see the Lord's going to do great miracles. هيبدأ بينا إحنا هنا. And He's going to begin with us. وأنت بتاخد الكأس. As you've taken the cup. قل له يا رب أنا بحط فلان الفلاني اللي أنت عارفه حطه قدام الرب. خلي عندك إيمان أن الرب يوصل له اليوم. ويشفيه. سواء كان في البيت بيحضرنا. سواء كان في مستشفى. أو في أي مكان. لمسات يسوع هتوصل. هللويا. احنا اليوم بناخد المايده ومش بهدوء وبروح عباده بناخدها بطريقه مختلفه شويه we are partaking communion today not in all احتفال. Quiet but in celebration ممكن نحتفل بيسوع ولا مش ممكن can we celebrate هنحتفل Jesus بيسوع هللويا هللويا we can celebrate Jesus نحتفو نسبح اسمك ونغني تستحق كل حمد وكل شكر وكل تسبيح وكل سجود يا رب يا رب رنمنا أنت ضماننا يا رب يا رب رنمنا أنت جيت يا رب وحملت أحزاننا وفديتنا بالدم يا رب يا رب مكتوب لأن أجرة الخطية هي موت وأما هبة الحياة أما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا يا رب نشكرك من أجل هذه الهبة يا رب أيضا قرينا بالمزبور أنت نشلتنا من المزبلة وأسكنتنا مع أشراف شعبك يا رب نشكرك من أجل هذا الاختيار يا رب يا رب جايين نشكرك من أجل دمك يا رب أنت حبيتنا بالمسيح يسوع يا رب فديت ابنك على مود أن إحنا يا رب لن كنا نتحاسب يا رب إحنا كان مصيرنا يا رب هلاك وحياة في الأبدية بنار جهنم يا رب لكن أنت جيت أنقذتنا يا رب أشكرك من أجل هذا الفداء على الصليب يا رب أصلي من أجل بأن أنت تكون روحك في هذا المكان اترف على كل واحد يا رب يا رب إحنا جايين وواثقين يا رب أنك أنت موجود في الوسط حسب وعدك لنا يا رب نشكرك يا رب نعظم اسمك نرفع لاسمك كل حمد وكل تسبيح أمين هاليلويا لاسمك نفرح نفتخر بك قال الرب يسوع هذا هو دمي المسفوك لأجلكم This is the Lord Jesus said this is my blood that was shed for you do this in remembrance of me let's partake in the cup
دلوقتي تقدر تفرح. تفضل. Oh.
Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Say hi to someone and give him a great shake كده. With your elbow. Yeah. There'll be a day when we come, we're not going to work with our elbows, but we'll work with our hands. بكم جميعا في محضر الرب. Welcome you in the presence الرب of the يبارككم. Lord. God bless you. عندك إعلان للladies conference. We have our ladies conference this not this week, it's on the 21st of November. عندنا مؤتمر السيدات يوم 21 نوفمبر. And to register, can you please see Rosa or Rafida? حابة تسجلي شوفي روزا ورافدة. Yeah, and حرف الر الاثنين. We yes, the two R's. R's. And we'd love to see you there. I'm sorry. There will be no children. ما فيش أطفال. We ask the husbands, please be kind to أزواج. Help us. لا ما فيش أزواج. I just encourage everyone to come. And the cost is $10 just to give the money to Rosa or to Rafi. اشتراك 10 دولار لروزا او لرافده. And love to see you all there. God bless you. ولو معكيش ال 10 دولار تقدري برضه تيجي تقولي لجيجي وتخليكي تيجي برضه. Yes. You don't need to have the if you can't find don't make it an obstacle. برضه هي اللي بتترجم مشاكل. اجتماعات الاسبوع ده. The meetings of this week. مع درس الكتاب يوم الأربعاء الساعة 7 مساء مع Bible study with Brother Dillon. رب يباركك حبيبي. God bless you. رب يباركك. يوم الجمعة صباحا مع التسيفة دي كانت ليك على فكرة بالمناسبة. يوم الجمعة صباحا مع السيدات. The ladies meeting this Friday morning at 10 a.m. والRG مع RG مع. And RG. Friday night, Rising Generation. Oh. This Friday, Yvonne is going to be speaking. We're very excited. And the week after, we have a special event, and the boys and girls are going to be split. We're going to separate. I can't tell you too much yet. It's going to be exciting, but boys and girls are going to be separate the following week. That's all. Thank you. Thank you. God bless you. الأحد جاي هو برضو اللي بيتكلم هنا. Next Sunday he will be here preaching. وحيكون كمان تكريس كايلا بنت نور ومونيك. And there'll be a dedication of Kayla, Monique, and Noor's child. اسم يسوع. مش حال أكتر من كده على المؤتمر اللي هنعمله في جانيوري لأن لسه في سؤال على بعض الأمور. And we're not going to fully announce the conference of January because there's still a big question علشان برضو كورونا. Because of corona. فاحتمال نأجل أسبوع نأخر أسبوع. We may delay it a week or bring it forward a week. لأنه في ناس حابة تتعمد. So there are people that want to be baptized on the day. We're still asking. حابين نوصل لرد واضح. And we want to get an answer to this. منتظرين هذا الرد. So we're waiting for this answer to take place. صلوا إنهم يفتحوا الأبواب ويقولوا خلاص اعملوا اللي أنتوا عايزينه. Pray that they will open the door and say do what you want. آمين. Amen. هنعود رب تقديم عطيانا. We're going to honor the Lord with our giving. الحسابات بتاعت الكنيسة تتحط على الشاشة. And the accounts will be online. إحنا ما لما بنحطه online ده مش فرصة إن إحنا ننسى يعني. When we put online, it's not a time for us to forget. فرصة إن إحنا لسه ما زلنا برضو نكون أمنا. But we still have to be faithful. أنت اللي بتدور على إنك تحط. You are the one who's searching to put. إنك لما هتعمل كده أنت اللي هتاخد بركة. When you give, you're the one will be blessed. فأرجوك ما تضيعش فرصة إنك تاخد البركة. Please do not lose the opportunity to give. اللي رب ده لك عشره يروح له تاني. What the Lord has given you, 10% of that must return to the Lord. احنا نكون أمنا في عطيانا. Yes, it's true that we have to give. Online. Be faithful online. أو لو حبيت حط على الباب كاش لو حبيت أو cash, المشين الكريدت كارد على الشمال برا برضو ممكن. Outside there's a bucket or there is a FPOS machine outside in the cafe. الرب يبارككم. God bless you. هنتقابل تاني مع الكلمة بعد التنوية. We'll meet again with the word after a song. Thank you.
the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. Every knee will bow before Him. So open up the gates, make way before the King of Kings. The God who comes to save is here to set the captive. God bless you. The great song, that last song. Hallelujah. Hallelujah. We've placed a smaller amount of number of chairs so that we can go by the rules. لما نزيد هنا دايما ممكن نعمل كراسي تاني. So when we exceed in here, we will put seats out the back. Hallelujah. Hallelujah. مين مستعد لكلمة من رب؟ Who's ready for the word of God? Hallelujah. Hallelujah. في ناس جاية وحملة بمواضيع. There's a lot of people that are carrying loads. وشاعل ناس زي ما يكون شايلة تقل. And the people, I feel that they're carrying burdens. شاعل ناس شايلة تقل ناس تانية. They're carrying other people's burdens also. شايف ناس عمالة تفكر 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 مش واصلة الحال. I see people thinking and thinking and thinking and they're not reaching to the position and they don't know anything else what to do. في ناس اتسرق منها نومها. There are a lot of people who have been taken from them their sleep. في ناس اتسرق منها أحلمها. A lot of people have been taken away their dreams. والرب شايف الموضوع. And the Lord sees this. بس إلهنا ما بيسكتش. But our God does not stay silent. إلهنا الإله اللي بيعمل وبيعمل وبيعمل. Our God is the God of a doer and He'll do big things. عايزك تغمض عينك وحط كل أمورك قدامه اليوم. And place it before the Lord. شاعر إن اليوم هيكون في فرح. I feel today that there will be great joy. شاعر إن اليوم هيكون قوة في حضوره. There'll be great power in His presence. شاعر إن الرب هيدي شفاء لكثيرين باسم يسوع. And the Lord is going to give healing to those broken. شاعر اليوم الرب هيدي تعويضات لكثيرين باسم يسوع. The Lord is going to give restoration to those who are broken. مش هيخرجك من هذا المكان وانت لسه تعبان. He's not going to get you out of this place while you are still weary. الرب هيدي لك شيء خاص اليوم باسم يسوع. The Lord's going to give you something specific today. قوة خاصة اليوم باسم يسوع. In Jesus' name, a power, a special power. رفعة خاصة اليوم باسم يسوع. Today, a special lifting in Jesus' name. أنت رب شايف احتياج كل واحد. You see the need of every person. أنت عارف وفاهم. You see and understand. ما فيش واحد
يخرج من هذا المكان ويقول انا ما شفتش الرب كلنا هنشوفك يا سيد and say I can't see him كلنا but every one of us will see you see Jesus امامك شبع سوي before you there is satisfaction في اسم الرب يسوع in Jesus name لكل المجد لكل المجد هللويا amen هللويا عارف انه ال عنوان كلام اليوم كان the title today مش مفهوم لكثيرين is not understood for many ان شاء الله اليوم نفهمه today we're going to understand it حتى في ناس اتصلت بي سالتني حكايه اللي انت كاتبه there's people that have rang me and said what is this عنوان الوعظ اليوم يطردها من بطنه the title of the message is shall cast them out of their belly of his belly hallelujah hallelujah مبارك اسم الرب. Blessed be the name of the Lord. الرب بيقول ويتعمل. What the Lord is says it will غلط. Be done. Is that right? موضوع ما فيهوش آراء مني الحقيقة. There's no part of me in this message. لكن في قوة من الرب. But there's power from the Lord. وأنا علي أطيع. And for me to submit. ما أعرفش لو في حد فيكم هنا بيته اتسرق قبل كده. I don't know if how many people have their homes been robbed before. How many have you been robbed? Wow. Okay. Yeah. أنا كنت فاكر إن أنا الوحيد اللي اتسرق. I thought I was the only one. واو كل ده عدد اتسرق قبل كده. Everybody has been. اتسرقت مرتين الحقيقة. Right? I've been robbed twice. مرتين ولا أكتر؟ عشان خاطر اتنين بس كفاية. أوكي أوكي. مرتين. Too many times. وأنا أشكر رب على شركات التأمين في البلد. I thank God for the insurance companies in this country. ما كانش في. كنتش اسمع عن تأمين في بلادنا العربية يعني. I didn't hear of insurance. أو كي يكون كان موجود أنا اللي مش واخد بالي يعني. If the, maybe there was, but we. لأن أنا من أيام زمان. Take note. أنا مش. You know, many many years ago, I'm يعني old. يعني من شوية كده زمان يعني. I'm from a bit further away generations. نشكر رب على شركات التأمين. But I thank God for the insurance company. ردلنا اللي اتسرقناه. They restored what was stolen from us. في أشياء مهما حصل. There are things that even though what no matter what happens they cannot restore it. عارف لما تحس انه اتكسرت حرمة بيتك؟ Well, do you know when it's your private life has been penetrated through? ما فيش شركة تأمين تقدر تعوضه. There is no insurance company can restore that. انه انت مش في البيت ترجع تلاقي واحد تاني كان في البيت. That you didn't your privacy that someone has entered in and ضيف غير مرغوب فيه. Not you have invited them in او السلام اللي كان عندك or the peace that you had has gone الامان اللي كنت بتشعر بيه جوه بيتك your security يشعر بالامان جوه بيته لما يبقى جوه بيته مش شاعر بهذا الامان ما يحس بيه don't have that peace what is it قالوا لي شركه التامين في مره من السرقات دي قال لي قولي لي حط يا الارم يا بارج يا بارج يعني حديد حديد the one of the insurance companies one of the times said either put an alarm or put bars on حد راح جنينة الحيوانات قبل كده وشاف قفص القرود gone to the zoo and found bars or monkeys انا عملت البيت كله قفص قرود واحنا كنا القرود بشكر الرب and we put the bars in the house and then we Thank God we were the monkeys in the bars. القرد المطلوب هو اللي سرق اللي مش في البيت. Now the monkey is the one that stole the house and he's the one that is out there not inside. واحنا اللي جوه قفص القرود. He's out free and we're in the cage. إحساس منتهى السخافة الحقيقة. This is a very very bad feeling. إحساس منتهى السخافة. It's a very very bad feeling. مش حلو ان احنا اللي نتسرق صح It's not nice that we get robbed. يا ترى حد شعر بالإحساس ده قبل كده إنه بلاش اللي اتسرقوا من بيتهم يعني. Anybody feel this before? Not those. حياته العادية. House has been robbed, but in their normal daily life. حاسس إنه اتسرق. Feel that you've been robbed. حلمت حلم لمدة طويلة. I had a dream for a while. متحققش. And it hasn't come to pass. والظروف اللي ممكن تعمل الحلم ده راحت. And the situations that were supposed to be able to وبالتالي حلمك اتسرق. So your dream has actually been stolen. كنت فرحان. You were happy. وفجأة. And then suddenly. راحت الفرحة. The joy is gone. حتى مش عارف هي راحت ليه. You don't know why. في البعض عارف هي راحت ليه. Some people may know. اتسرقت الفرحة. It was stolen from you. صحتك كانت قوية جدا. Your health was very good, strong.
وفجأة and then suddenly كل الأخبار وحشة عن صحتك all bad news comes against your health واتسرقت صحتك and your health has been taken away from you انا شايف في ناس كتير عارفة انا بقول ايه كويس there are many people here who know exactly what I'm saying وما انتش عارف تروح لأي شركة تأمين you don't know which insurance company you should go to واحد بتحبه جدا someone you really really love وفجأة يتاخد منك suddenly he's taken away هروح لمين well, who do I go to أي شركة تأمين ترجعه لي ده which insurance company would restore them اليوم حابب أقول لك today I want to tell you في شركة تأمين تانية there is an insurance company بتشتغل أحلى بكتير من كل شركات التأمين اللي تعرفها than any other insurance company. اسمها شركة السماء and that insurance company is تقدر تعوضك عن أي شيء راح منك and it will restore anything that has been وتقدر تعمل معاك عجب أكتر من اللي أنت ممكن تتخيله wonders more than what you could ever imagine. أنا اليوم بكلم حد هنا في المكان I'm speaking to someone in this place today ويمكن بكلم كل حد في المكان maybe I'm even talking to every single person خسرت شيء You've lost something. وراح منك وضاع. And it's lost it and it's واليوم gone. الرب حابب يسترده تاني مرة تاني ليه. But today the Lord wants to restore ويعطيك that to you. مع اللي بيسترده هدايا أكتر. With that restoration you have bigger gifts. مين عارف إنه إبليس الأيام اللي فاتت. Who knows that the devil in the days past. كان بكل بجاحة بيسرق. With all ignorance he was stealing. قولوا عليها بجاحة برضه. Ignorance, is that what you say? Yeah. Or boastful? He was boastful or ignorant. No, boastful. He would steal. He would steal from the church its right. He would steal our... freedom of speech or freedom of... speech. He would steal that from you. عايز يسرقها. He wants to take إبليس that away. حابب يسرقها. He will, the devil wants it taken away. وفي أحوال كتير جدا سرقها. And for a lot of times he did steal that. مين عارف إن الفترة اللي فاتت إبليس سرق من الكنيسة. Who knows that the last period of time the devil stole from the church. حرية إنها تعبد الرب. The freedom to worship God. وقفل الكنيسة. And he closed the doors. لكن غصب عنه احنا فتحنا الكنيسة مرة تاني وبنعبد الرب وهنفضل نعبد الرب we will worship the Lord once again. مين عارف انه إبليس بيحاول يسرق أمور كتير Who knows that the devil likes to take a lot of things. نعرف ان احنا ممنوع نقول happy Christmas باين I know we may not be able to say Merry Christmas. ما نقدرش نعلن إعلانات عن عيد الميلاد كتير. علشان في ناس بيقولوا إحنا كده بنزعل بنتعب نفسياً لما تسمعوا وبتقولوا كده. There are some people who are so weary and they get upset. دي حريتنا الشخصية إن إحنا نعيد مش كده ولا إيه؟ Freedom of speech. تعرفوا إن الفترة اللي فاتت؟ You know the season passed. أنا نفذت كل القوانين اللي طلبت مني من الحكومة ومن الطائفة ومن كل حد. I followed every rule that the government or the denomination has asked of us to do. إحنا بنصور على الهواء. We're online. في شيء أنا ما نفذتوش. But there is something I did not follow. واللي هيودي الشريط ده لجلاديس أنتوا حرين يعني. If anybody would send this to Gladys, it's up to you. مش جلاديس واحدة تعرفها، لا جلاديس. Not Gladys that you know of, but Gladys from the head. ايوه بلاش اقول بلاش اسكت Do I keep quiet or do I say it اقول ولا ما اقولش Do I say it or do I not واحده ايوه اوكي We're behind you so انا ممكن اقول انوار اللي قالت لي I'll say Anwar said it تعرفوا ان اتقال لي الاتي It's told me this ممنوع ترنم في الكنيسه You are not allowed to sing in the church اتقال لي اكتر من كده It's told me more than this اتقال لي ما تشجعش الناس الكنيسه ترنم Do not encourage the people in the church to sing قلت انا مش سامع صوت جلاديس الحقيقه See, انا سامع صوت ابليس Gladys, I'm hearing the devil ما حدش يقول كده غير ابليس Only the devil would قلت لا انا ما حدش like يقدر يوقفني اقول للناس no سبحوا الرب سبحوا الرب سبحوا الرب Praise the Lord هللويا ما حدش هيسرق مني هذا الحق no one's gonna take away مش هيقدر ابليس ان يسرق مني هذا الحق cannot take that away from me. والرب حمانا and the Lord protected us
كتير هنا سرق منه كتير. There are many people here who have lost a lot. رب حط على قلبي اليوم. And the Lord placed it on my heart today. إنه اللي سرق منك يرجع لك. For what you have lost, it will be restored. اللي سرق منك يرجع لك. What you have lost, it will be restored. في أمثال 36:31 عشان الوقت. In Proverbs 6:30. لا يستخفون بالسارق لو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان. People do not despise a thief if he steals to satisfy his appetite when he is hungry. التعبير ده تعبير على بعضه كده ناس تقوله في بعض البلاد انه لو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان. People say this in some countries though if a thief steals to satisfy his appetite. يعني يدوله سبب حرام. So they give him a reason as to why he's doing it. ومشي الامور مع السارق. So we can let it go. اوكي نفوت حاله يعني we'll let it go. لان احبك اليوم ما تفوت حاله. I'm telling you don't let it go. انا احبك اليوم ما تفوت حاله. I'm telling you don't let it go. لا يستخفون بالسارق. Do not belittle the عدد 31 يقول in verse 31 it says ان وجد but if he is caught يرد سبعة اضعاف ويعطي كل قنية بيته. He will pay sevenfold and he will give all the goods in his house. اليوم انا بعلن and today I'm declaring كل اللي اتسرق من اولاد الرب everything that is taken from the children يرجع of God غصب عن عينك يا ابليس we be restored you ويرجع اضعاف باسم يسوع and it will be sevenfold. انا بدي رساله اليوم انا بدي رساله اليوم. من هنا من على هذا المنبر وانا واقف تحت دم يسوع بدي هذه الرساله الرساله دي بوجهها لابليس واقول له غصب عنك رد اللي سرقته من اولاد الرب اضعاف باسم يسوع اضعاف باسم يسوع ان وجد يقول الكتاب ان وجد if he is caught إن وجد. If he is caught. إحنا لقينا. We know. We caught. إن وجد يرد سبع أضعاف. He will restore sevenfold. إحنا لقينا من السارق على فكرة. We know who the thief is. الخبر اللي بدي أقول لك أنت. And the news that I give أنا عارف مين السارق. I know who the. أنا عارف مين الفار اللي بياكل الأكل اللي عندك في البيت. I know who the rat is. أنا عارف مين السارق. I know who it is. السارق إبليس. The devil is the thief. إحنا عرفنا مين السارق. I know who the thief is. يبقى من حقنا سبع أضعاف. Then we have need. حيرد غصب عنه. Fault. He must restore. ويقول كمان إنه يعطي كل قنية بيته. And he will give all the goods in his house. إحنا مش عايزين قنية بيته. مش عايزين منه حاجة. I don't want his goods. صح؟ I don't want anything from him. بس عارف إيه المعنى اللي هنا؟ But do you know what it means here? إنه أنت تتغني تبقى غني that you will be rich. اللي اتسرق منك يرجع سبع اضعاف هللويا وهو يفلس يفلس ما يبقاش حاجه عنده في بيته and he will be penniless and all that's in his house. الكتاب المقدس عمره ما قال لنا the bible doesn't tell us. وتقدر تروح يا ريتك تقول اساسا عايز اعرف اذا كان صح ولا غلط روح دور if you can go home and say oh pastor I want to know if you're right or not. عمره ما بيعوض عن واحده بواحده. Never has the Lord restored one to one. شركة التأمين هنا تعوض عن واحد. The government, sorry, the insurance company does one to one. يضيع منك مايكرويف يرجع لك مايكرويف. If a microwave is stolen, then a microwave come back. ويبقى ربنا يكرمهم إنه هيرجعوا جديد بدل القديم. Thank God that they will give you a new one instead. لكن الكتاب المقدس ما بيقولش كده. But the Bible doesn't say that. الكتاب المقدس بيقول سبع أضعاف. The Bible says sevenfold. طب تعال اسمع كده. So listen with me. خروج 22:1-4. Exodus 22:1-4. إذا سرق إنسان ثورا أو شاتا فذبحه أو باعه يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشات بأربعة من الغنم. If a man steals an ox or a sheep and kills or sells it, he shall repay five oxen for an ox or four sheep for one sheep. إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم. If a thief is found breaking in and is struck so that he dies, there is no blood guilt for him. ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم إنه يعوض. إن لم يكن له يبع بسرقته. But if the sun has risen on him, there shall be blood guilt for him. He shall surely pay. وبعدين يقول لو وجدت السرقة في يده حية ثورا حمارا أم شاتا يعوض باثنين.
هم دايما اكتر تعويض دايما اكتر. And it is said if a stolen beast is found alive then he will give the oxen a donkey or sheep pay double. فرضا انه سرق منك وما عندوش شيء في بيته هو هو مفلس. Even if he did steal from you and he doesn't have anything in his house. الكتاب بيقول لازم يعوض اكتر. He has to restore double. مش رجع لك بس اللي خده. Not what he just stole. طب عايز حابب يرجع اكتر لانه كان بيقول اكتر يعمل ايه؟ He has to pay double. بيقول الكتاب انه يبيع نفسه. That he sells himself. يصبح هو عبد علشان حضرتك تغتني. A slave for you to pay off. حد قال هللويا؟ Anybody said hallelujah? حد قال هللويا؟ Anybody said hallelujah? من يحب يشوف ابليس عبد؟ هللويا. Who wants to see the devil as a slave? علشان انت تاخد بغنى. So you can have in abundance. هللويا. 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 حزقيال في سبعة حزقيال 37 من العدد 1 ل 10 مش هقراها كلها. In Ezekiel 37 1 to 10 I'm not going to read it all. بيوري صورة. He shows an image or a picture. الصورة صعبة قوي الحقيقة. The picture is really hard. كل ما اقرا ال 10 اعداد دول When I first read these 10 verses the first two بحس بالاحباط. I feel depressed. صورة صعبة. It's a very hard image. نزلوا يتمشى ما بين عظام He gets him to walk through dry bones, broken bones. قديمة. Old bones. ده حتى العظام مش بتاعة بعضها. And even the bones are not connected to يعني one another. Not ورجل هنا to each other. ورأس هنا و... A hand here, a leg there, a head over there. ويقول كده إنه أمرني عليها من حولها عدد اثنين. إذ هي كثيرة جدا على وجه البقعة وإذا هي يابسة جدا. And he led him around them, and behold, there were many on the surface of the valley, and behold, they were very dry. خد بالك من صورة السرقة اللي هنا. Just take note of the image of stealing here. دي ناس اتسرقت منها حياتها. These people have been taken; their life was taken out of them. اتسرق منها صحتها. They've taken their health from them. اتسرق منها قوتها. Their power was taken from them. اتسرق منها أحلامها. Their dreams were taken from them. وأصبحت نشفة. And they now are dry. وما بقتش حتى عندها تعريف لنفسها بأنها ناس. And they do not. Are known to be people. The identity بتاعتهم راحت. The identity was totally gone. بعدين قال إيه؟ Then it says, يا ابن آدم أتحيا هذه العظام؟ فقلت يا سيد أنت تعلم. Then it says, he said to me, son of man, can these bones live? I said, you know, Lord. فقال لي تنبأ. And he said, prophesy. تنبأ. Prophesy. على هذه العظام. On these bones. تنبأ على الموقف اللي انت فيه النهارده. Prophesy on the situation you're in today. تنبأ على الخساره اللي عندك. Prophesy over the losses. يا رب هتترد ليا سبع اضعاف باسم يسوع. Prophesy that you will receive sevenfold. تنبأ على الابن اللي بعيد عن الرب قول له هترجع باسم يسوع. تنبأ على الصحه اللي راحت منك قول هترجع باسم يسوع. تنبأ على المال اللي راح منك وخسرته قول هيرجع باسم يسوع. المشاركة كل الأعداد دي لأنه مش هو ده بالضبط الموضوع. I'm not going to read any more of this, but this is not my talk today. لكن العظام اليابسة هنا. These dry bones here today. بتمثل حالة كل واحد فينا. It represents each and every one of us. أحزان كل واحد that فينا. That we are weary and saddened. خسارة كل واحد فينا. The losses from each الأيام اللي راحت منك. The days that you've lost. الأيام اللي كنت فيها فرحان. The days that you were joyful. وكانت الدنيا سايعاك من الفرح. And the world would not contain you of your joy. ممكن يكون الفرح ده شيء بسيط قوي. Maybe it's something very simple that you were joyful. من شيء بسيط قوي. Something that was very very little. في ناس تفرح من أشياء بسيطة. You know that there are people who rejoice over little things as well. زي الأطفال كده. Like children. بيعجبني في الأطفال إن لو رحت جبت لهم هدية بخمسين سنت. If you give them a 50 cent toy. تديله هدية صغيرة كده. Give them this little 50 cent toy. يبص عليه واو and he would look at it and go wow this is what I always want and that's what I always wanted what is it yeah منين انت always want منين انت مش عارف where is it that you always wanted and what is it هو جاهز يفرح سوري هو جاهز يفرح he's always wanting to rejoice he's ready to rejoice جاهز يفرح he's ready to rejoice تخيل بقى لو انت
بجهز تفرح. If you are happy, ready to rejoice. فجأة بقاش في شيء يفرح. Then you find that you have nothing to rejoice over. ما بقاش أي شيء حواليك يفرح. There's nothing around you to be happy with. صورة العظام اليابسة صورة للشارق. The image of this dry bones is the person who's been stolen. يدمر. Is who's continually being destroyed. Every heart that's breaking. يدي مرض يدي عجز. Sickness and يدي قيد age, يدي تسلط. Bondage, control. ضيع حقك. Your rightful right is lost or taken. عيلة مكسورة. The family is broken. لو وقفنا على عدد اثنين هنا تبقى صورة وحشة أول حاجة. If we look at, we stop at verse 2, then the image is very bad. But I thank the Lord for the other verses that are after. The Lord gives a command to Ezekiel. قل له تنبأ. Prophesy. اتنبأ. Prophesy. اتنبأ. Prophesy. مش ألف. Not form something. Or make it up. Make it up. مش ألف. Don't make it up. لكن اتنبأ. But prophesy. قول للرب يحب يسمعه عن اللي انت شايفه. Say what the Lord wants to say. قول للرب يحب يسمعه على اولادك التعبانين. Say what the Lord wants to say. قول للرب يحب يسمعه على صحتك التعبانة. Say what the Lord wants to say. قول للرب يحب يسمعه عن ضعفك وكسرة قلبك. And on your weakness and your brokenness. قول الكلام اللي جاي من فوق. Say هو the ده اسمه تنبأ. And that means it's prophesy. تغمض عينك معايا دلوقتي قبل ما اتكلم تاني بقية الكلام. ترفع ايدك للسماء. And lift up your hands. وتقول يا رب انا بتنبأ على الموقف اللي بمر بيه. And Lord, I prophesy over the what I'm going through. ارسل روحك لهذا الموقف باسم يسوع. Send your spirit over the situation, Lord. ارسل يا رب حياة باسم يسوع. Send life over it, Jesus, in the name of Jesus. تدخل يا رب في الموقف باسم يسوع. Intervene in the situation, Lord, in Jesus' name. انت قادر ترد يا رب كل شيء اتسرق. You can restore everything that's been stolen. كل فرحة راحت مني. Every joy that has been taken away from me. انت قادر ترجعها مرة تاني. You can restore it once again. الأيام يا رب اللي راحت مني مش عارف أنام. All the days that have gone. تعال يا رب رد الأيام دي باسم يسوع أضعاف. You can restore those nights and sevenfold. الصحة اللي راحت انت هترجعها. The health that is gone, you will restore. في ناس خايفة من الموت. There are people who are fearing death. الخوف ده هيروح باسم يسوع. That fear goes in Jesus name. قول يا رب انا مش خايف اليوم. Say Lord I'm not fearing. انا بتنبأ على حياتي. I prophesy over my life. اللي لما اموت هموت كامل الايام والشبع. في اسم الرب يسوع لا اموت بل احيا. I will not die. واحدث بعجائبك يا رب. And I will declare your glory. باسم يسوع. اليوم بنتنبأ. And today I prophesy. بنتنبأ. We prophesy. بنتنبأ. We prophesy. هللويا هللويا انا بتنبأ حياه اليوم على كل واحد فينا بتنبأ رب بدايات جديده في هذا المكان باسم يسوع في ناس بتتفرج علينا على الاونلاين اليوم there are people watching us online انا مش عارف هم مين I don't know who they are بيتفرج من تليفون واحد تاني عشان محدش يعرف انه بيتفرج. And they're actually watching from another person's phone so that people will not know. العلامة العجيبة دي. I don't know why I'm saying this. الرب بيقول له. But the Lord is saying to you. اخرج من دائرة العظات الناشفة. Go out of the dry sermons. العظات اللي تخليك تقول انا صح والناس غلط. The dry sermons that says to you that you are right and everyone else is wrong. اوعى تكمل في الموضوع ده. Don't continue in that line. الكلام من الرب انا ما اعرفش. This is the word from the Lord. اليوم. Today. احنا عايزين نتنبأ حياة. We want to prophesy life. نتنبأ الروح القدس. We want to prophesy the Holy Spirit. الروح القدس يدخل في الموقف بتاعك. The Holy Spirit will enter your circumstances. Give you life in Jesus name. في علاقاتك في مالياتك في جسدك في صحتك. In your relationships your health and all your circumstances. فرحتك في سلامك. In your peace and your joy. في مستقبلك. In your future. لسه كنت بكلم ناس اليوم. I was talking to someone this morning. في التدريب التسبيح اليوم. During the praise and worship practice. في مؤتمر الشباب. In the praise and the youth conference. سمعت شيء في منتهى I heard something. الروعة.
was great. لمسني جدا. It touched me very much. مين عارف ان انت ممكن مهما كنت عجوز وشعرك ابيض ممكن تسمع Even though you حد can اصغر ويعلمك صح ولا لا. You very old, you can hear new stuff and receive it and it will help you. حد قال هللويا؟ Anybody said hallelujah? مش هللويا ان شعري ابيض. Hallelujah not because my hair is white but I that I receive something. قال كده الشخص اللي كان بيوعظ اسمه جيمس. It was said that James said these words. قال الجيل بتاع الأسيس طارق وجيجي. The generation of Pastor Terry and Gigi. محتاجينه. We need them. بس كمان محتاجين الجيل الصغير. But we also need the new generation. الجيلين محتاجينهم. Those two generations are in need. وقال إنه الجيل الصغير. And it said that the young generation. لو حب يستغنى عن الجيل الكبير. If they just pass by the old generation. هم عايشين يتامى. They'll live as orphans. لكن لو قلنا للجيل الجديد الجيل القديم تعال اشتغل. If we say to the old generation, come and work. وقلنا الجيل الصغير مش محتاجينه. And say that the young generation, we don't need you. فإحنا عندنا جيل كبير. Then we find that we have a old نعم generation. عنده حكمة وعنده خبرة. Who has wisdom and experience. لكن ما عندوش أمل في المستقبل. But they don't have a future. إحنا محتاجين الاثنين. So we need both. عشان كده لو كانت سرق منك جيل من الأجيال دي. And if you have been taken from you a generation of. أنا بصلي إن الرب يرد هذه السرقة باسم يسوع من إبليس. The Lord restores one of those generations once again. الرب يقدر يعمل كده. The Lord is able to do this. عنوان الوعظة جه من أيوب 20:15. The title of the message came from Job 20:15. بيتكلم عن الشرير اللي سرق أيوب. And he's talking about the devil that is stole from Jacob, Job. قد بلع ثروة فيتقيأها. He swallowed down riches and vomits them up again. الله يطردها من بطنه. God cast them out of his belly. Hallelujah. 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 في واحد قرفان من اللي انا قلته ولا Anybody didn't like what I've said? لا أنا فرحان من اللي قلته. No, I'm happy from what I said. أنا فرحان من اللي قلته. I'm happy from what I said. إبليس بيحاول يبلع ثروتك. The devil is trying to swallow up your riches. اليوم بأمر من محكمة السماء. And today, for the authority of the court of heaven. اتقيع هذه الثروة. Says, spew it out of your belly. In the name of Jesus, get out of you. سرق منك أي شيء معنوي. If he's stolen anything from you. الرب يطردها من بطنه باسم يسوع. And the Lord will cast it out of his belly. اليوم in Jesus هنشوف name. رجوع الأشياء راحت We're منك من السنين. We're going to see things restored in you. راحت منك أيام وليالي في الألم. There are days that have gone past and have been stolen from you. في الحزن. From weariness, from sadness. الرب هيرد كل هذه الأيام. The Lord will restore those days. حد هنا شعر بفشل. There is someone here who feels failure. دخل في أمور كتيرة كل ما يدخل في موضوع يفشل. They go into a lot of things and every time he goes into something they feels like a failure. وبعدين. What happens? وبعدين تعبت يا رب. What I'm weary, Lord. خلاص بقى أنا ما فيش داعي أحاول تاني. I'm not going to try again, Lord. لا 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 لا. إن وجد السارق يرد سبعة أضعاف. The enemy must restore sevenfold. ده نوع من السرقة برضو. And this is part of the theft. الرب يقدر يعوض سبع أضعاف. The Lord will restore sevenfold. حد قال هللويا. Anybody said hallelujah? يوئيل 2:25-26. Joel 2:25-26. هللويا. هللويا. يقول أعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد. I will restore to you the years that the locusts have eaten. الغوغاء والطيار والحشرات. The hopper, the حشرات. Destroyer, the حشرات cutters, all these insects, all these have stolen you. If we look at the enemy, all those were insects. Hallelujah. Hallelujah. الرب هيعوض عن السنين دي. And the Lord will restore those years. ويقول لك في العدد اللي بعده يقول فتأكلون أكلا وتشبعون. The verse after it says, you shall eat plenty and be satisfied. أولادي ما يجوعوش أبدا يقول الرب. My children will never be hungry, says the Lord. هتأكل وتشبع. They will eat and be ومش هيزيد وزنك ما تخافش.
and your weight will not be extended. واحد يقول الأسيس قال كده ويجيني الأسبوع الجاي 10 كيلو زيادة. If you come back with 10 kilos extra, هتأكل وتشبع وأنت تكون فرحان. You will eat and you will be rejoicing before the Lord. الرب حبك تعرف. The Lord wants you to know. كل اللي اتسرق منك هيرجع. All that you has been stolen from you shall be restored. كل اللي اتسرق منك هيرجع. All that's been stolen from you shall be restored. عدد 13. Psalm 102:13. يقول المزمر كده للرب أنت تقوم وترحم صهيون أنت يا رب تقوم وترحم صهيون. The psalmist said you will rise and have pity on Zion. لأنه Lord وقت, you said it. وقت الرأفة. And it is time to favor her. لأنه جاء الميعاد. For the appointed اليوم أنا time بقول لك خبر come. حلو اليوم جه معاد التعويض هللويا الرب هيفرح قلبك بالتعويض مش هتخسر ولادك ابدا مش هتخسر ever. اللي حواليك اللي انت بتحبهم هيعوضك الرب هدال هللويا هللويا بقى لنا مده بنصلي نقول يا رب عوض عوض جه Praying, Lord, restore, restore. It's time for restoration now. The Lord will restore His people. جه الوقت إن الرب ما ينسانيش أبدا. The Lord, it's time for the Lord. He will not forget me. واحد يقول لك أنا حاسس كده إن ربنا ضاعت منه النمرة بتاعتي. Someone might say, "Oh, I feel like the God has forgotten my phone number." تحصل معك؟ تكلم واحد تلاقي رقم راح. Have you ever had a phone missing in your phone? A number missing on your phone. خصوصا لو مراتك مثلا. Especially if it's your wife. دور عليها في التليفون ما تلاقيها. If you look in the contacts and you don't find her. اوعى تقول هللويا لل. Don't say hallelujah at that. حد يقول هللويا ارجوك. Don't say hallelujah to you, please. واحد يقول حد قال هللويا اسمع. I heard it. واحد من الازواج مش من One of the husbands and not the wives. حس ان ربنا ضيع النمرة بتاعتك. You feel that the Lord has lost your number. وتقعد تشتكي للأسيس. And you start to play complain to the pastor. ربنا نسيني. The Lord has forgotten me. أنا عمال أشتكيله. I'm always complaining to him. نسيني. And he's forgotten ده me. ده مش فاكرني. He doesn't remember me. لو بصيت على التليفون بتاعه هتلاقي اسمي وقع. If you see my number on his phone, it's not there. معهوش رقمي. He doesn't have my number. لا أنا حابب أقول لك خبر اليوم. I want to tell you news انت today. أنت اسمك موجود عنده ورقمك موجود وعادة شعر راسك. Your name is there, your number is there, and he's counted your hairs on your head. ولو ما عندكش شعر برضه هيعدوا. Even if you don't have hairs on your head, he still counts them. عارف عنك كل شيء. He knows everything about you. وبيحبك. And he loves you. وانت غالي عليه. And you are precious to him. وعمره ما نسيك ابدا 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 ابدا. هللويا. هللويا. الرب افتكر. The Lord remembers. كل الناس اللي اتذكرت في الكتاب المقدس. Everyone who's been remembered in the Bible. افتكر حنا. He remembered Hannah. اللي كانت طالبة ابن. Who's requesting a son. وداها صموئيل. And gave her Samuel. ما نسيهاش أبدا. He didn't forget her. افتكر إبراهيم. And he remembered Abraham. اللي وقف وصلى علشان ابن أخوه. And he prayed Lot. For his nephew Lot. وعشان خاطر إبراهيم. But because of Abraham. الرب نجى لوط. The Lord saved Lot. سلام على حلاوتك يا رب. Oh, how beautiful you are, O Lord. افتكر إبراهيم إسحاق ويعقوب اللي عندهم وعد مع الرب. He remembered Abraham, Isaac, and Jacob who had covenants with the Lord. وخرج الشعب كله من أرض مصر علشان وعد مع ابن إبراهيم. And he got out the whole generation of Israel's out of Egypt because of the promise he had with Abraham. نوح في الفلك بتاعه هو والعيلة بتاعته. Him and his family. العالم كله راح. And all the world was destroyed. والرب ما نسيش نوح واللي معاه. But the Lord did not forget Abraham and Noah and all those who were with him. والفلك اللي كان في And the ark that was in the middle of the sea. والرب نشف المياه. And the Lord dried the sea. عشان خاطر All the water just for Noah. عمره ما هينساك. He will not forget you. بص اللي جنبك قول له عمره ما ينساني ابدا. Look at someone and say he will never forget me. عمره ما ينساني ابدا. He will never ever forget me. عمره ما ينساني ابدا. He will never forget me. حتى لو كانت كل الامور اللي بتحصل حواليك تقول انه نسيك انا بقول لك مش نسيك. لا ينعس ولا ينام حافظك يا اسرائيل. تقول يا رب اتاخر عليا. The Lord is not prolonged me.
لا ما تأخرش. No, he didn't prolong. الرب بيحضر لأن أنت متوقع. The Lord is preparing. You're expecting this much. هو بيحضر عشان يبقى قد كده. But he's preparing something that big. يرد شيء واحد. You're expecting that he will restore this much. هو بيحضر سبع أضعاف لولاده. But he's preparing to restore sevenfold. تقولي لا يمكن يكون اتأخر برضو. No, maybe he is delaying. أقول لك لا. Say ممكن no. يكون بيدربك علشان لما تيجي البركة تقدرها وتقول يا رب أشكرك على البركة. When the blessing comes, you'll say thank you for the blessing. عمره ما ينساك أبداً. He will never forget you. الرب اليوم. Today the Lord. بيدعو كل واحد فينا. He's calling each and every one of us. فريق تسبيح تعال. Pastor, praise and worship team, please come up. الرب بيدعونا اليوم. The Lord is calling us today. كل واحد يفتح فمه. That we open our mouth. ويقول لإبليس. And tell the devil. الرب هيطردها من بطنك. That the Lord will cast it out of your belly. الرب هيطردها من بطنك. The Lord will cast it out of your belly. البركة اللي كانت جاية لي وانت سرقتها مني. And the blessing is coming to me and you took it off me. الرب هيطردها من بطنك. The Lord will cast it out of your belly. أنا عارف التعبير قاسي لكن حابة تقوله لإبليس. I know it's a very bad word but it is. هو ما كانش قاسي لما سرقك. He never was harsh when he took it out of you anyway when he stole it. انا عايزك تبقى قاسي معايا اليوم. But I want you to be harsh with him. هيطردها من بطنك. He will spew it out of his belly. لكن في اشياء لازم نعملها احنا بسرعه اقول لك But there is something that we have to do and I'll tell you. في مؤمنين كثير. There are many believers. سمي نفسنا مؤمنين. We call ourselves believers. قولوا ايه؟ And we say. انا ما عنديش وقت اقرا الكتاب. I don't have time to read the Bible. او لما بقرا ما بفهموش. When I start reading it I don't understand it. تزعلش مني لو انت هذا الشخص انت عندك انيميا. If you were that person you've got anemia. انت عندك انيميا. You have anemia. انيميا روحيه. A spiritual anemia. في واحد تاني احسن شويه. There's another person a little bit better. انا عندي وقت اقرا الكتاب. I have time to read the Bible. بس بسرعه بقى عشان ما عنديش. But quick but not too much time. شغل بقى. Because of work. عايز بسرعه. A quick one. اخد 3 دقايق. Give 3 minutes. صح كده على السريع. A quick verse, chapter. واجري. And run. واحد تاني بيقول لك ايه؟ Another person would say. انا قعدت وقريت. I sat and I read. وقضيت نص ساعة. And I took half an hour. ولا فهمت كلمة. And did not understand a word. لو فرحان بيقولها لكل الناس كده حواليه يعني. And he's very happy. He tells to everybody. This is great testimony. بقى حوالينا but around us بقى حوالينا ناس منتهى الضعف الروحي there are people around us who are spiritually weak عشان مش عارفين كلمة الرب because they don't know the word وبعدين then what وبعدين نتسرق ونيجي نقول يا رب الحقنا رد سبع اضعاف مين اللي خلاك تتسرق then we are stolen from us things and then we say why were we stolen مين اللي خلاك تتسرق Who got you to be stolen? جهلك خلاك تتسرق. Your ignorance is what made you get stolen. زعلت مني لو قلت لك كمان غبائك خلاك تتسرق. Even your foolishness is what made you get stolen. هو مزمور 119. In Psalm 119. أطول مزمور في الكتاب. This is the longest psalm or chapter in the Bible. 176 verses. 176 عدد. 176 verses. أطول شيء في الكتاب بيتكلم عن. The longest thing in the Bible. بيتكلم عن الكلمة. The word of God. كلمة. The word. لما تقرب من الكلمة. When you get close to the word. شوف كلمة تقول إحنا هقرأ 3 أعداد بس. Let's just read the 3 verses there. 176 عدد. I'm not going to read 176 verses. وإلا هتقعدوا معايا هنا أسبوع. Or you're going to be with me for a whole week. لأن أنا من عدد 97 لعدد 100. Psalm 119, 97 to 100. كم أحببت شريعتك. Oh, how I loved your law. اسمع لغة الحب. Listen to the love words. اللي بين الكاتب والكلمة اللي بيتكلم عنها. From the writer to the person he's writing about. أنا رب حبيت كلامك. Lord, I love your law. كم أحببت شريعتك. How I loved your law. اليوم كله هي لهجة.
It is my meditation all day. أنا بعيد على نفس اللي قريته الصبح. I read what I. مش بعمل شيء يريح ضميري وامشي. I read all in the morning. ما حدش هيجي يعمل عليك تشيك. الأساس مش هيخبط يشوف. No one's going to do a check on you. اليوم مش هعمل لك كده. أنت اللي محتاج تقرأ. You need to read it. وأنت اللي محتاج تعيد الآيات على نفسك. And you need to get it revised. وأنت اللي محتاج يبقى في علاقة بينك وبين الكلمة. You need the relationship between you and Him so you can love it and live with it. هلك شعبي بسبب عدم المعرفة. My people perish for the lack of knowledge. وصيتك جعلتني أحكم من أعدائي. Your commandments make me wiser than my enemies. الكلمة اللي أنا بقراها دي وبحبها. The word that I read, that I love, that I from all my heart, I live it. بعيدها على مسامعي. And I remind my ears. And put it within me. ما تخليش أعدائي يكونوا أحكم مني أبدا. You don't allow my enemies to be wiser than me, ever. ولو ما عملتش كده. If I don't do that. العدو هيكسب. The enemy will win. ويسرق. And steal. نعم الرب هيرجعك تاني لو تبت. Yes, the Lord will restore when you repent. بس قدامك الفرصة من دلوقتي ما تعملش كده. But it's before you right now that you don't do this. أكثر من كل معلمية تعقلت لأن شهاداتك هي لهجي. I have more understanding than all my teachers for your testimonies. كل معلمية أنا بقيت أحسن منهم. I'm better than them. بقيت أحسن منهم كلهم. I've become better than them. أكثر من الشيوخ الكبار في العمر اللي عندهم الحكمة. Even more than the, my teachers that have a lot of wisdom. لأني حفظت وصاياك. Because I kept your person. مفيش نصرة بدون كلمة الرب. There is no victory unless you have the word of God. مفيش نصرة بدون كلمة الرب يا أحبائي. There's no victory except through the word of God. قل يا رب أنا حابب أحب كلمتك. Say Lord, I want to love your word. شبعني بكلمتك. I want to love your word. فهمني كلمتك. Let me be enlightened. Let me understand. نورني بكلمتك. Let me be enlightened. وجد كلامك فأكلته. You sent your word and I ate it. عايز الرب يستخدمك ويرجع المسلوب. If you want the Lord to use you and restore sevenfold, ويخلي أعدائك يبقوا عبيدك, and that your enemy will be your slave, افهم الكلمة وحبها. Understand the word and love it. افهم الكلمة وحبها. Understand the word and love it. الشيء الثاني. The second thing. بتسبيحك القوي. With your praise, strong praise. ممكن الأسيسي يقول لك ساعات أنت حقيقي بتسبح ولا واقف بتتفرج. Maybe the pastor says, do you really praise or you just an onlooker? بس الموضوع الأكثر من كده. But the situation is more than that. لما يجي عدوك ويشوفك بتسبح. If your enemy sees you praising. ويبص عليك كده. And he looks at you like this. وأنت بتقول أنا فرحان بك يا رب. And you say, I'm happy with you, Lord. I rejoice in your Lord. ويجي عدوك ويقول. And the enemy comes along. ده منظر واحد فرحان. Is that person really happy? ده منظر واحد بيشكرك. Is that someone who's really happy? ده متذمر. No, he's murmurer. ده مش مبسوط. He's not happy. مبسوط مصري مش عراقي. An Egyptian happy, not an Iraqi. مش مبسوط مش فرحان. He's not happy. مش فرحان. He's not joyful. تسبيح حقيقي. True praise. التسبيح اللي يخرج من جوه قلبك. Praise that comes out of your heart. اللي فيه بتسعت من كل قلبك للرب. You clap with all of your heart. مش كده هو. Not just لكن من قلبك بتسعف قبل يديك with all your hands, كل كيانك with all your being, بيرفع التسبيح ويقول للعالم كله من هو إلهك اللي بتحبه to all the world and say I belong to him. هو ده اللي هيحرك السماء. And that's what moves. هو ده اللي هيخيب السبع أضعاف يرجعوا تاني. And this is what gonna allow. هو ده اللي هيخلي الرب يطردها من بطنه باسم يسوع. And this will be where hallelujah. He will spew it out of his belly. شيء ثالث. And the third thing. The third and the last. روح القدس. The Holy Spirit. قوة الروح القدس. The power of the Holy Spirit. تنبأ يا حزقيال على. Prophesied. Ezekiel prophesied over the dry bones. الروح يأتي بحياة على كل موت. And the breath came over every dead. يأتي بالحياة على كل. It comes with life over every dead. حد هنا
There is someone here. فعلقته بزوجته أو بمراته أو بأسف بزوجها. Or someone who's their partner in a relationship with their husband or wife. اتسرق منك أيام وانت قاعدة. Days that have been taken from you. أيام وانت واخدة على خطرك وزعلانة. There were days when you were just took it upon yourself. I don't know who you are. لكن عارف إن الرب هاي اليوم. And today the Lord هيعوض عن السنين اللي كلها الجراد. Restore the days the locusts have eaten. هيعوض عن السنين اللي كلها الجراد. The days that the locusts have eaten will be restored. تسبيحك اليوم هو التنبؤ على الموقف will be the prophecy over the situation عشان المعجزة تأتي وتاخد مكانها that the miracle will take place هو ده اللي احنا هنتنبأ and that's what we're going to prophesy with today هنتنبأ اليوم على كل المواقف we're going to prophesy on every situation I don't know all the situations around you لكن اقدر اقول لك ان الرب يقدر يرد سبع اضعاف but the Lord can restore seven faults في ناس بتتشفى الآن. There are people who are being healed right now. في ناس بتتشفى الآن. There are people who are being healed. اتسرقت صحتها. They've been robbed of their health. الرب هيرجع اللي اتسلب سبع أضعاف. And the Lord will restore seven folds. في ناس عدت عليها أيام كانت أيام مليانة بالألم. Full of pain. وبدل الألم اليوم الرب هيرد أمل. سبع أضعاف باسم يسوع. هاللويا. هاللويا. اوف معايا اليوم اوف stand with me today عايزينك يا يسوع تيجي بلدنا we want you lord to come in our عايزينك يا يسوع تيجي بلدنا We want you, Lord, to come into our الدقائق اللي جايه اهم دقائق في الاجتماع اليوم the next couple of minutes are the most الوقت important اللي بينك وبين الرب between you and God. ما بيدخلش في الوقت ده ما يدخلش في الوقت ده اي حد تاني and no one can enter that time, لا قسيس ولا شيخ ولا قائد ولا اي حد مهم دلوقتي انت وهو وبس you and him alone. طلع اللي في قلبك طلع اللي في قلبك Get out of your heart what طلع اللي في قلبك take out what's in your heart قل له اشتكي له قل له انا اتسرق مني ده tell him and say this has been stolen from me فكروا بالوعد اللي اداهولك وانت حاسس ان الوعد راح remember the promise that he gave you والرب هيرجع الوعد ده تاني and he's going to bring that promise once back once again هيعوضك سبع اضعاف and he will restore seven folds شفاء باسم يسوع healing in Jesus name شفاء باسم يسوع healing in Jesus name شفاء باسم يسوع healing in Jesus name في حد بتجيله ذاكره معينه من وقت للتاني اغلب المرات بتجيله بالليل ويفضل يعيد الذاكره دي المره اللي بتتعبه يعيدها على نفسه مرار وتكرار many times over حط الموضوع ده قدام الرب place it before the Lord today حط الموضوع ده قدام الرب رب هيردها سبع أضعاف and he will restore it هيرد راحة البال سبع أضعاف and he'll give you rest هيرد الراحة سبع أضعاف seven folds he will give you hallelujah يسوع 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 انده له يسوع رد يا رب رد يا رب على الموقف اللي انا فيه رد يا سيد الآن هللويا عايزينك تيجي بلدنا تيجي تملك ويسوع تعلي منا تغمرنا برحمة وجود عايزينك تيجي بلدنا تيجي تملك وسود تيجي وتعلي منا تغمرنا برحمة وجود تمحي ظلام الشهيد
بنرنم فيه دلوقتي حال. في ناس بتخرج من مستشفى عشان انتوا صليتوا لهم اليوم. في ناس هتخرج من المستشفى. الرب بيعمل عمل غير عادي احبائي. في قوة نازلة علينا اليوم باسم يسوع. في ناس حاسة بالإحباط بالتعب بالكسرة. هو ده الوقت اللي تعمل ايدك وترفعها وتقول يا رب امسك ايدي طلعني من النلف ايدي باسم يسوع. خرجني يا رب من هذا السجن باسم يسوع. انا شاعر بمسحة شفا ورا في الفريق اللي واقف ورا خالص. الفريق اللي واقف ورا خالص في مسحة مسحة شفا ورا باسم يسوع. في مسحة شفا. الناس عندها وجع بالجنب اليمين. هللويا انت قادر يا رب تشفي باسم يسوع. هللويا في ناس بتتلمس الان في الراس من الناحية الشمال. الرب بيديها قوة شفاء باسم يسوع. في اربعة عندهم مايجرين الرب بيشيلوا منهم خالص باسم الرب يسوع. في ناس عندها حساسية الرب بيشيلها من جسمهم. مش الرب اللي ادالك الحساسية. مش الرب اللي ادالك الحساسية. الرب بيدي الشفاء. الرب بيدي حياة. هللويا 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 هللويا. شفاء يا رب من عندك. تعويضات من عندك. تعويضات من عندك يا سيد. في واحدة شايلة أولادها كل اهتمامها في أولادها اليوم. Someone has taken from them something and the Lord الرب wants بيقول to restore لك اتركي هذا الموضوع في ايدي. The Lord said leave that problem with me. ما تشيليهوش انت انا اللي هشيله. ما تخافيش على اولادك. Don't fear for your children. في واحده لسه ما جابتش اولاد وخايفه عليهم. There is somebody who has not got children. الرب بيقول لها ما تخافيش انا هديكي اولاد وانا اللي همسكهم. I will give you children and I will take care of them. وانا هقويهم واكبرهم. And I will restore them. الرب بيعمل شيء غير طبيعي اليوم يا احبائي في حياه كل واحد فينا. خلي الرب يجي بروحه القدوس حياتنا. كل شيء مات 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 من زمان. الرب حابب يحييه مره ثانيه. يحييه مره ثانيه. يحييه مره ثانيه. هللويا 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 هللويا. في شخص هنا شال حمل الفترة اللي فاتت كبير قوي. أنا مش عارف أنت مين. أحبائي الكلام اللي باخده من الرب ما بعرفش من مين لمين. عارف أنا واخده منين لكن مش عارف هو رايح فين. أرجوكم ما تفتكروش بتكلم على حد أنا بعرفه. في حد الفترة اللي فاتت شال أحمال كتير. كل مرة يحس بالظلم. When he feels very betrayed, he feels darkness. He can't even come to church. وده أوحش من إنك تبكي. And that is even harder than crying. وتكمل. And you continue. وتشيل تاني. And you go again. وتروح. And you go home. تحس بالظلم. And you feel the darkness. ومش قادر حتى تبكي. You can't even cry. تعرف ان هتكون نعمه في حياتك انك هتبتدي تبكي وتطلع اللي في قلبك قدام عبد نعمته. تعرف ان دي بركه الرب عاملها تطلع اللي جواك. تعالوا الي جميعا متعبين ومثقلي الاحمال وانا اريحكم. هللويا. عايزينك تسكب بروحك على كل العشرين وامتلاتك وجروحك تيجي تشفي المحتاجين. عايزينك تسكب بروحك على كل العشرين وامتلاتك وجروحك تيجي تشفي تدي جمال يا رب. عوض عن الرهان وتعوض عن السنين اللي أكلها القرار. عايزينك يا يسوع. عايزينك يا يسوع. عايزينك يا يسوع. عايزينك يا يسوع.
تقف دلوقتي لو حبيت. The cameras can stop. Cameras can stop now. عشان تبقى عندك حرية أكتر.